طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك اليوم؟ إن شاء الله أزين. يا الحمد لله يا عييني، ما عندي إلا العفو والعافية. بس يا عييني لي كم يوم أنا ودي أتروش، ما أدري وشلون. نبي تروش من روشك. شلون اروش بونا؟ تروش في الحمام. بس علينا نحن ننتبه، ترى الخنازير مثل الكهرب والماء، فما الحين جاء الكهرب مع ماء مو بينفض الا والخنازير يقولون اقوى. اي بس شلون اروش بونا؟ شلون الروش مو بهمك، العلم عندي. خلنا نكبر. ارفع راسك، ارفع. ارفع يدك، ارفع يدك، ابطه ابطه ابطه. لا تقرب، لا تقرب واجد. أقول ما كان الدكتور تأخر علينا شوي. لا يا ابني، زعرب الدكتور قال عنده مكالمة 5 دقائق وما بعد راح منه إلا 3 دقائق، ننتظر هالدقيقتين. يعني تهجأ إن شاء الله التحاليل طلعت. إن شاء الله، هم قالوا لنا 72 ساعة وحنا جينا في الموعد. يا رب. ها، بشر يا دكتور. لا الحمد لله رب العالمين، النتائج طلعت وأبوكم طلع سليم، ما فيه إلا إنفلونزا عادية. الله يبشرك بالخير. بس ترى للإحتياط أخذنا عينة أخرى وديناها المختبر علشان يعني الإطمئنان فقط لا غير. الله يسلمك يا رب العالمين. يلا ننقز على البيت، نبشر الوالد والأهل، لنا 72 ساعة وهنا مختبصين. يعطيك العافية يا دكتور. أمان الله. أمان الله. الحمد لله على سلامتك. أيوة الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا عييني، لكن وشو لعد هالكلام؟ ما هنا كلافة، ما هنا كلافة، صحتك غالية علينا يا يبا. ترى غالي علينا يا عمي. الله يغليكم، الله يغليكم ويخليكم لي. لكن أنا أقول عقب هالتفاقم اللي حصل لي، تفاقم علي المرض، وعقب عاد بروح المكة ليوم يومين أخذ لي عمره. إيش تقول جدي؟ شلون تروح المكة؟ يقولون مرض إنفلونزا الخنازير ينتشر في الأماكن اللي فيها زحمة. هو صادق، هو صادق يا أيوب. الله يطول لي عمرك، ما لقيت عاد تروح المكة إلا بهالوقت. ما تقدر، ما تقدر يا عمي، يقولون ان هالمرض اكثر عرضة فيه البزران وهالشياب ذول، يعني ما عندهم مناعة، عندهم نقص نقص. يا بنيتي الله يصلحك، والله ما يجيت اللي المكتوب عليك. يبا حنا ما قلنا شيء، انت سبق واعتمرت اكثر من مرة، نقول هالمرة اصبر لين ترك دمورها المرض وان شاء الله نوديك. صحيح. اي هالشكوى لله، زين ما يخالف، يعني ما انت بارين بابوكم معتمرين الا يبه بارين فيك ونبي نبر، بس نقول علشان صحتك مثل ما قالت امها زهر، المرض يصيب الكبار في السن والصغار لان مناعتهم ضعيفه. يبه صحيح. اي الله يكتب اللي فيها الصالح. شكوى لله. شو؟ الو. هلا هلا والله مرحبا. نعم نعم، ابو نزار، ابو نزار يا ابو. نعم. سم، ايش تقول؟ والله العظيم. طيب عجلوا علينا، تعالوا تعالوا بصراحة بصراحة، احنا ننتظركم، لا تاخرون علينا. وش يلا يلا يلا. وشو هذول؟ ايش اسمه المستشفى يقولون التحليل الثاني طلع وابونا فيه ايش اسمه فيه الخنازير. ابونا اكتب.